يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح العسل على الناس العسل. عاملين ايه؟ احنا النهارده اول يوم مدرسه، احنا اول يوم مدرسه النهارده، قايمين الصبح بدري اهو رايحين المدرسه ان شاء الله. نعمل لكم فيديو المدرسه. صبح صبح عم الحاج. كمان ياسين صاحبنا رايح مدرسته، مش جايبك على فكره، استنى هقلب لك الكاميرا. بصوا جيراننا. صبح يا ياسين. كمان ياسين بيصبح عليكم، هاي في الشارع عندنا في المدرسة. حمو بيصبح عليكم، صبح يا معلم. يلا بينا، احنا رايحين كده نركب المترو، احنا كده رايحين نركب المترو عشان رايحين المدرسة. احنا لسه أول يوم مدرسة، بس بتاعتنا بتبدأ من يعني بدأت تالت يوم في الأسبوع. احنا بالنسبة لنا كده احنا أول يوم، ماشي؟ فا يعني مترو احنا وعدنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6:30. الساعة 6:30، ماشي؟ الساعة 6:30، فاحنا كده هنقفل معاكم لما نوصل المترو. نفتح التليفون، ماشي؟ داخلين احنا المترو اهو، احنا كده فينا بتاع المترو، طالعين السلم بتاع المترو اهو. يلا اطلع المترو. مشي مشي المترو، هناك اهو هيستنى طبعا اللي بعده، لان عندنا في المحطة دي بقى ايه بياخد وقت على ما بيجي المترو. رايق يعني لسه كل المدارس، طبعا المدارس كلها شغالة دلوقتي، ف يعني ربع ساعة كده تلاقوا المترو ده ما تقدريش تقف، تقدريش تقف من الناس. يلا هنقفل لما يجي المترو، هفتح لكم. بصوا اهو المترو، احنا نركب المترو. يلا كويس، فاضي فاضي. احنا لا هنرجع ورا خالص عشان ننزل عند ال، هنرجع ورا عشان الناس دي. السلم واللي لسه عاملين تقليد. نرجع ورا عشان ننزل قصاد المكن، عشان ما نقعدش نمشي، نرجع ورا كتير. الحمد لله فاضي. لسه احنا لسه يعتبر احنا نازلين بدري قوي. ده تاني مترو طالع، ده تاني يعتبر تاني مترو طالع. العربيه اللي ورا خالص، تعالى العربيه اللي هنا دي، ده يعتبر كده تاني مترو، ماشي؟ يلا يلا بسرعه يلا بسرعه بسرعه. هننزل دلوقتي، هننزل من المترو نجيب لعتمنا سندوتشات، لان انا ما جبتش بالليل، افتكرت متاخر خالص ان هو عنده مدرسه. ف هنزل اجيب دلوقتي سندوتشات، وهنشوف هنعمل له ايه دلوقتي. سندوتشات ايه؟ هنجيب سندوتشات ايه واخليها معايا. بص المترو خد ازاي، وحياة ربنا. ده تاني مترو لسه طالع، يعني اول مترو هو عدى، وده تاني مترو. 10 دقايق، ربع ساعة تاني ولا تقدر تحط رجلك في النت. الحمد لله احنا نزلنا بدري. يلا خليكم معانا وكملوا الفيديو. نزل من المترو هكلمكم، ماشي؟ لا قصدي هكمل معايا. فين يا حبايب؟ بص يا منى، طبعا بصوا اتمنى احسن على روحه، هاي احسن لعسان، يعني عايز ينام، ان هو نام من 9:04 صح؟ 4:30، يعني ما لحقش ينام ساعتين او ساعتين وربع، مش مشكله. هو بيروح المدرسه وما بيجي ينام، يعني لو متعود ان هو بيسهر ففضل بقى ما نامش، عمال اقول نام نام عشان المدرسه ما نامش. فالمهم ينام متاخر، فقايم من نعنس اهو، وعايز عايز سندوتشات لانشون لانشون وعيش فينو. هينزل يشتري لانشون وعيش فينو، بلاش، قال مش عايز طعميه، قال خلاص مش عايز طعميه عشان قال بتتعجن على ما يجي البريك اللي هي الفسحه، يعني على زمان احنا اسمها فسحه. المهم
هننزل دلوقتي نجيب لعثمان الطعميه، قصدي العيش الفين والجبنه، ويلا يا ابني ننزل كده من المترو. احنا نزلنا اهو، هنخرج بقى. بص قوم دول اهو عايشين ازاي حبايب. احنا خرجنا اهو، يلا خرجنا من عمونا العيش الفينو بقى وال اهو هنجيب عيش فينو من هنا اهو، نجيب حاجه صبحه كده طازه على الصبح. ست بيبقى كويس على فاكهه ما بيقفلش يعني، بس عنده حاجه حلوه الصبح يعني، حاجات حلوه هنجيب من عنده. طيب عشان قال ايه؟ قال عاوز لانشون وعيش فين. جابني طعميه حلوه الصبح سخنه وجميله يا ابني، قال لك لا. شايف المنظر؟ الشوارع جميله الصبح، جو حلو قوي، جو روعه. بصوا حابه ان انا مش امشي في الجو ده، اقسم بالله الصباح يعني حلو قوي. يا رب يجعل صباحكم فل ونادي يا رب. نروح نجيب له بقى اللانشون، نعمل له سندوتشات وبعدين ايه يا دقن انت يلا سندوتشاتك في جيب في شنطتك، ميتك في شنطتك. لا نسينا الميه، نسينا ازازه الميه، ولا اشتريت له ازازه ميه ونسينا نجيبها. بقول لك ايه يا ابني، سندوتشاتك في كيسك ماشي، مطوتك في جيبك، ميتك هشتري لك ازازه ميه دلوقتي، واللي يقول لك اديني حته السندوتش قطعه. سامع مطوتي؟ اللي يقول لك هات يا محمد يعطمو لنا سندوتش، بص طلع مطوتك قطعه. قال ايه؟ سندوتشاتك في كيسك ومطوتك في جيبك، واللي يقول لك هات حته سندوتش قطعه. انا قلت لك اهو. بص الجو تحفه 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 اقسم بالله. شايفين منظر حلو قوي على الصبح. الجو برد والله العظيم، ما برد، الجو تحفه تحفه. يلا نقفل، هنقفل و نروح نجيب اللانشون. انا دخلت عتمنى المدرسه اهو، دخلت عتمنى المدرسه وهمشي انا بقى، وهجيله على الساعه 11 ونص. هيدخلوا اولياء الامور يعني يشوفوا الفصول بتاع الولاد وكده، فانا همشي وهاجي ان شاء الله على 11 ونص ندخل نشوف عتمنى عمل ايه، او يعني اخش اطمن عليه يعني كده، لاني ممنوع الصبح هما بياخدوه منك، بياخدوا ابنك او بنتك منك على الباب، فانت ما بتدخليش ماشي، انت ما بتدخليش. فان شاء الله 11 ونص حاجه ادخل اشوف يعني الدنيا. اروح كده عندي كام حاجه كده راح اقضيها يعني، كام مصلحه كده اشوف هعمل ايه، هجيب لي شويه طلبات المدرسه برضو يعني، وهشوف كده هعمل ايه وهرجع له على الميعاد زي ما قالوا. يلا عايزاكم بقى تفجروا الفيديو لايكات على قد ما تقدروا، عايزه الفيديو ده عايزه الفيديو ده يطلع ترند. يعني بصوا جو الصبح كده يعني يشجع ان الفيديو يطلع ترند. خلاص يلا هنقفل بقى، ولما نيجي ناخد عثمان الظهر هكمل لكم الفيديو. مروحين اهو، تعالوا ندخل من هنا. ف احنا تعبت قوي من الساعة 6:30 في الشارع، يعني بص يعني كان عندي حاجات عملتها وحاجات خلصتها، وجيت برضو فضلت قاعدة قدام المدرسة. دلوقتي الساعة 12:30، أكتر من 5 ساعات وأنا قاعدة وأنا في الشارع يعني، فتعبنا قوي. يلا عايزاكم بقى إيه الفيديو ده عشان احنا تعبت فيه جدا، تفجروا لايكات، وعايزه مشاهدات عاليه، وعايزين تقولوا لعتمنى عتمنى شد حيلك في المدرسه وخليك شاطر، و اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. في لايك بس مش كتير عليكم والله يا جماعه. عتمنى بيضحك عليا لما بقول لكم عايزه 5000 لايك بس. المهم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.